ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض المقلمة دي للمدرسة، فيلا بينا نبتدي ونشوف هنشتغلها ازاي. انا دلوقتي معايا خيط، ده خيط قطن وابرة رقم 3. هنبتدي نعمل سلاسل لحد ما نوصل الطول اللي احنا عايزينه. انا هعمل 60 سلسلة، هنفضل شغالين سلاسل عادية خالص لحد ما نوصل لعدد 60 سلسلة. انا كده اشتغلت عدد السلاسل اللي قلنا عليها 60 سلسلة. بعد كده انا هنسيب اول غرزة، اول سلسلة هتقابلنا، وهنيجي في اللي بعدها هنشتغل حشو، في اللي بعدها حشو، وهنفضل شغالين حشو لحد اخر السطر. انا كده اشتغلت سطر كله غرز حشو، هنطلع بسلسلة وهنلف الشغل وهنشتغل برضو غرز حشو بطول السطر، وهنفضل شغالين كده غرز حشو رايح جاي لحد ما نوصل لتمن سطور تقريبا. انا كده خلصت التمن سطور. هنيجي نسحب الخيط ونقص. دلوقتي هنبتدي في السطر الجديد. السطر الجديد احنا قصينا وفصلنا الخيط، هنيجي نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كده دول 9. ونيجي في العشرة ونشتغل حشو، نبتدي نشتغل حشو في السطر كله، وناخد الفتلة الزيادة دي معانا عشان خاطر نخفيها جوه. تمام، هنفضل شغالين لحد ما نوصل للناحية التانية، بس هنسيب برضو من هنا 9. يعني هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هنشتغل لحد هنا غرز حشو، وهنفضل شغالين غرز حشو رايح جاي 16 سطر. انا كده تقريبا اشتغلت 10 سطور، بس انا عايز اشتغل هكمل بلون تاني. انا هجيب اللون التاني وادخله مع الشغل عشان ابتدي اشتغل بيه. هنخلي الخيط معانا كده عشان اثبته تحت الغرز، وهنبتدي نشتغل غرز حشو عادي. انا اشتغلت 10 سطور بس بالاحمر، وبعد كده هكمل بالاخضر، هنشتغل لحد ما نوصل ل16 سطور. انا كده اشتغلت الجزء ده. دلوقتي بقى انا عايزه ارجع اشتغل جزء طويل زي اللي انا عامله هنا. فهنعمل ايه؟ هنشتغل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد كده هنلف وهنشتغل، هنزود عليهم 10 ارتفاع. بعد كده هنشتغل في كل سلسلة هتقابلنا حشو، وهنفضل شغالين حشو في كل السلاسل وفي السطر كله لحد ما نوصل للآخر. دلوقتي انا اشتغلت السطر كله غرز حشو بالشكل ده. هنيجي نعمل زي الناحية التانية، هنعمل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونزود 1 ارتفاع. وبعد كده نبتدي هنشتغل في كل سلسلة هتقابلنا، هنسيب العشرة اللي احنا عملناها ارتفاع دي، ونبتدي في 9 سلاسل نشتغل غرز حشو. هنفضل شغالين غرز حشو كل بطول السطر. انا كده اشتغلت رايح جاي لحد ما وصلت ل18 سطر. هنيجي نقص، هنسيب، هنيجي هنا هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونيجي في العشرة وهنبتدي نشتغل غرز حشو عشان نعمل جزء زي اللي احنا كنا عاملينه هنا. الجزء ده هنشتغل في كل غرزة حشو غرزة حشو. الأول هنمسك الخيط، وبعد كده هنشتغل في كل غرزة حشو
ورزة حشو لحد ما نوصل للناحية التانية. ومن الناحية التانية برضو هنسيب 9 غرز، 9 غرز مش هنشتغل فيهم، هنوصل لحد الناحية التانية ونيجي نكمل سوا. انا كده اشتغلت لحد ما سبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 غرز في الاخر. هنطلع سلسلة ونلف، هنشتغل برضو غرز حشو، في كل غرزة حشو هنشتغل غرزة حشو لحد ما نوصل للآخر، وهنفضل شغالين غرز حشو رايح جاي. أنا كده اشتغلت الجزء اللي فوق، دلوقتي هنعمل جزء زي ده، هشتغل آخر غرزتين دول تاني عشان نفكه. غرز حشو عادية، بعد كده هنزود 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونزود واحد ارتفاع 10، وهنلف ونشتغل في كل سلسلة من دول غرزة حشو لحد ما نوصل لغرز الحشو العادية، ونشتغل فيهم غرز حشو لحد الآخر. دلوقتي انا اشتغلت الجزء ده كله غرز حشو، هنيجي في الناحية التانية هنشتغل برضو 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونزود واحدة ارتفاع، وبعد كده نشتغل حشو في كل سلسلة هتقابلنا لحد ما نوصل لهنا غرز الحشو، ونفضل شغالين غرز حشو رايح جاي لحد ما نوصل ل8 سطور. انا كده خلصت الاجزاء كلها، كده انا اشتغلتها كلها. دلوقتي بقى انا ناوي اعمل وش على المقلمة، فهعمل اول حاجة العين، نثبت الخيط كده يبقى بالاكس كده من ورا، من حيث بيكون شكله كده، ونسحب الخيط ونعمل سلسلة، ده بيكون شكل الدايرة. هنشتغل جوه الدايرة غرز حشو، هنعمل 5 6 غرز حشو، نسحب الخيط عشان نقفل الدايرة، يكون ده الشكل. هنيجي نقفل في أول غرزة احنا عملناها، أول غرزة حشو احنا عملناها، هنقفل جواها الدايرة بمنزلقة كده، يبقى خلصنا العين بتاعتنا. انا عايزة اعمل فيها خيط ابيض كده زي ما يكون ضي، فهجيب العين اهي، ده خيط ابيض، واسحبه من الطرف هنا، بعد كده اوصله من النص كده، ده بيكون شكلها اهو، ده هيكون شكل العين. دلوقتي هنشوف ازاي هنثبتها في الشنطة. دلوقتي احنا عايزين نعمل بقية الوش على الشنطة، فهنعمل البق، هنقيس انا على المقلمة، انا عملتها نصين كده عشان احدد النص فين بالظبط، عشان يبقى الوش مظبوط على النص كده. هندخل الإبرة، هنبتدي نرسم الوش. فاحنا كده هنعمل الجزء بتاع البق، كده عملنا الضحكة. هنثبت بقى العين، وهنعمل العين التانية. انا كده عملت البق، دلوقتي بقى هنعمل العين التانية. العين التانية هعملها كده كأنها بتغمز،
احنا كل ده شغالين بنفس الخيط. احنا خلصنا العين التانية، ده بيكون شكلها، والعين الأولى هتركب هنا، ده هيكون مكانها. أنا هنا عملت خطوط كده كأنها ما بزرعش، على أساس إن احنا عاملين المقلمة على شكل بطيخة. فدي بنعملها ازاي؟ بندخل كده بالإبرة ونعمل خطوط مايلة كده عشان تدي شكل كأنها بذر بطيخ. ده بيكون شكلها. انا دلوقتي جبت العين وسحبت الخيوط اللي كانت زيادة فيها من ورا كده عشان اربطها واثبتها كويس في المقلمة. طبعا ممكن برضو زيادة في الامان نجيب اي خيط اسود بإبرة ونثبتها برضو، هيكون عشان نثبتها اكتر ونتأكد انها ما تطلعش من مكانها. والزيادات دي كلها طبعا هتتقص اهو بخيط وإبرة، ونثبتها باي خيط اسود بشكل احسن من كده عشان خاطر تبقى ثابتة وما تتحركش. انا هنا معايا خيط وإبرة، هنجيب هندخل من ورا كده ونبتدي نثبتها من الطروف عشان نبقى ضامنين انها مش هتطلع من مكانها. الشكل ده كده احنا ثبتناها، شكل الوش اهو بقى باين معانا ومظبوط. دلوقتي احنا معانا السوسته، عايزين نركب السوسته دي للمقلمه، فهنبتدي نثبتها من الناحيه دي بدبابيس ونخيطها بخيط وابره من طبعا من نفس اللون اللي احنا شغالين بيه اللون الاحمر ده. وهنيجي برضو من الناحيه الثانيه اللي هي هنا وهنثبتها برضو بنفس الطريقه بخيط وابره. نرجع نكمل سوا. انا كده قفلت الشنطه بالسوسته اهي، مسكتها في السوسته. دلوقتي بقى هنقلب الشنطه على الناحيه الثانيه عشان نشتغل نقفل الجناب. دلوقتي احنا هنجيب الشنطه من الجناب كده، هنقفل الجناب مع بعضها، نجيب خيط وابره ونخيط الجناب مع بعضها. طبعا الخطوة دي تتكرر في كل النواحي بالشكل ده. احنا قفلنا الجنب، عايزين كمان نقفل الجزء ده. هنبتدي برضو نخيطه بنفس الطريقة، والناحية التانية نفس الكلام، ونرجع نكمل. انا دلوقتي قفلت الجنب اهو، دلوقتي بقى هنشتغل على الجزء اللي في النص عشان نمسكها في بعضها، بالجزء كمان بتاع السوستة عشان نقفله كويس. فهنبتدي نخيط الناحيتين في بعض كده. لو طبعا في لون قريب من اللون اللي احنا شغالين بيه في الاصل يبقى احسن. انا للاسف ما عنديش الالوان دي متوفره دلوقتي، فانا هشتغل باللون ده واحاول ان انا ما بينوش من الناحيه الثانيه. نفضل شغالين نمسكهم في بعض كده الناحيتين لحد ما نوصل للاخر. احنا كده قفلنا الجوانب بتاعه المقلمه
ده بيكون شكلها في الاخر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت كل اللي اتفرج على الفيديو يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يجيلكوا كل الفيديوهات الجديدة.